الله وبركاته، تحية مقدسية وين ما كنتوا أينما كنتوا، المقدسي يحييكم. سمعنا عن محمد العطاونة أنه مربي حمام وعنده حمام بعرضه في المزاد. طب أنا صرت أفكر مع حالي كيف بعرضه في المزاد وما حدا بروح عنده، تمام؟ ما حدا بروح عنده. أخونا محمد كيف حالك؟ تمام. كيف تعرض مزادك؟ قال لي أنا بعرضه على الحي المباشر، طريقة فنية راح أنا أخليكم تشوفوا كيف، تمام؟ وبشرت مباشرة إحنا جايين عندك نصور المزاد على اليوتيوب عشان يشوفوا كيف الناس، كيف محمد بيشتغل على المزاد عن طريق الحي البث المباشر وبعض الطيور وخدمة توصيل منه مجانا. طب محمد انت عامل أشياء ما حدا فكر فيها، تمام؟ فأنتوا خليكم معي، حرام أنا أحكي لأنه الأشياء خرافية. واللهم صل على سيدنا محمد تبارك الله، حمام عالي بمستوى. يلا خلينا نروح على المزاد. محمد عطاونة طبعا صاحب ملوك قلاب فلسطين، عالي المستوى، مش حمام عادي، احنا بنحكي على حمام خرافي تبارك الله، ربنا يفتحها عليه ومن زايد لزايد ويرفع اسم فلسطين بالأردن وتركيا وأفغانستان. ووعدني بحلقات سابقة، يعني بدي أقول لكم إمتى حلقات سابقة، بجوز قبل أسبوع، إنه إيش على شداشة باكستاني وعلى رومانيا، على رومانيا. وطبعا أخونا محمد ما قصر معنا، أعطانا هدية جوز حمام والأمور هاي. اليوم موضوعنا مع أخونا محمد بده يظهر إنه كيف عنده صفحته المتابعين بيشتروا منه مزاد حمام. كيف المزاد الحمام؟ شوف الحمام اللي عندنا هون، شوف كيف، شوفوا شايفين بحطه بالقفص، افهمكم على الامور هاي، بحطه بالقفص اخونا محمد، تمام؟ ببلش فيه بالطين، الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله، وبفوت على المزاد. المزاد تاعه كيف ببلش؟ شوفوا يا اخوان على الدقه والرقه والشغل الساخن. اموت عليك يا محمد، حياك الله. بيفتح بث مباشر، ببيع على البث المباشر وعلى أرض الواقع كمان، نعمل وعلى أرض الواقع المزاد الحمام من المستويات العالية. فخليكم معي أخوي محمد. نعم. الله يا ربي يعطيك الصحة. آمين. يلا روحوا مع محمد على المزاد، فوتي عليه. يا الله، يلا يا شباب خلفوا على النبي. بسم الله ما شاء الله، بالصلاة على النبي محمد. راح نحط لكم أول جوز، بس اعملوا لنا مشاركات يا شباب. بسم الله ما شاء الله يا شباب، الله يسعد مساك جميعا. طبعا اخونا المربي محمد عطاونة نمبر 1 لملوك وقلاب فلسطين راح يحط حمامه. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، ما توقعت انه يلبسها ما شاء الله. ايش حاطط على رقبتها؟ خلخال. خلخال يا اخوان، بتعرف شو يعني خلخال؟ داس. يعني مواصفات صح، مواصفات الاشي الصح، الاشي الحريقه، الاشي اعطيني ورويني وركز على طواحيني. طبعا الاشي الصح، الله يسعد مساكم. طبعا هذا جوز قلاب غرفي، بالصلاه على النبي محمد، اول مره بنعرض في قفص الملوك. شباب أمانة الله نرجو المصداقية والتسليم. الخليل الليلة أقصاها غدا بيت لحم، كمان ما في عندي مشكلة، التسليم غدا لبيت لحم، وإن شاء الله بكرة أنا راح أعمل مزاد إن شاء الله في أرض بيت لحم، في سوق بيت لحم. جوز قلاب غرفي، بالصلاة على النبي محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. جوز مستوى عالي، جوز شغال مكفول صلاة النبي، ابن الحلال يفتح لي المزاد على هذا الجوز يا شباب. يلا يا وحده الله، يلا يا حبايبي، هي الشغل الصح يا اخوان. اعطوه اعطوه اللايك، شيروا هذا الفيديو يا حبايب، شيروا كمان عنده على البث. انا بدي اوجه رساله صلاة النبي، طلع طلع كب الكر مره واحده، طلع طلع بكلهم ساعه لسه ساعه بابد. انا حبيت اعمل لهم يعني مفاجاه. بسم الله. يلا. طبعا جوز عند اخونا وصل 100، عند اخونا احمد، عند اخونا محمد التعمري، كلهم وحطوا 100، طلع سبحان الله. لسه يا شباب ما دفعناش حق الطير، ندفع بحق الله. جوز قلاب غرفي، بالصلاه على النبي محمد، مستوى عالي، ابن الحلال.
اللهم صل على سيدنا محمد. جوز وصل 120 عند اخونا منتصر 120. كل الاحترام اخوي محمد سعادي، اكيد انه بنتشرف بالناس الطيبين. 150 جوز قلاب اسود قلاب غرفه 160. اللهم صل على سيدنا محمد. شباب صلوا على النبي. لما بنحكي ملو قلاب فلسطين يعني بنحكي نمبر 1، لما بنحكي نمبر 1 يعني بنمثل فلسطين. 170 170 بسم الله ما شاء الله. جوز قلاب غرفي لون اسود مستوى عالي مشرول عين بيضة منقار ابيض فك عريض. صلاة النبي. 180 200 اعملوا مشاركات. 200 اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا شوفوا وين. 200 لسه العدد بيطلع. 200 طبعا اخونا محمد عطاونه بيشتغل على المزاد عن طريق التلفون. طبعا بيجيبوا لي كمان طير هنا الناس لوجه الله. طبعا كل الاحترام ابو الجود. طلع اهل البيت شو بكتبوا. ابو الجود مزعور تعال ادخل على المزاد. كل احترام للمعنويات العاليه. جوز اسود شغال 100% بالصلاه على النبي. مليون ورد لاهل عمان. حسين الحجوج مليون ورد يا اخوي، واهلا وسهلا فيك على هالمجموعه وبتشرفنا. ومليون وردي واحلى تحيه لك يا اخوي من اخونا معتز مطور ممثل طوارئ القدس. كل الاحترام لاهل الاردن. بسم الله صلاة النبي. جوز قلاب غرفي مكفول مضمون شغال 100%. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اعلي يا معتز اعلي للناس. لما بنحكي مزاد ملوك قلاب فلسطين يعني بنحكي طيور الأخ محمد عطاوني اللقب الملك والملك لله عز وجل. سامر المحتسب الله يسعد مساك. مجموعة راقية بوجود هالأكارم، مجموعة راقية بوجود الأحباب والأصحاب. صلاة النبي. شباب ابن الحلال يدفع بحق الله في الجوز، بكرة بسلمه في بيت لحم أو تسليمه الليلي. جوز صح، جوز مستوى عالي، جوز قلاب غرفة يا شباب. وصل 200 الجوز، وصل 200. صلاة النبي يا شباب. شوي محمد. نعم. مين أكثر واحد دفع؟ لسه الوالد أبوي أكثر واحد دفع. قديش دافع أبوه؟ 250 ما شاء الله. بس لسه بسوى هذا الجوز يا معتز. بدناش نسحبه يا شباب، شو رأيكم؟ ولو أبوي كمان دفع 250 برضه بحق لي أصحاب الطير على المزاد. من قوانين المزاد يعني. بسم الله ما شاء الله. جوز صح، جوز قمي بالصلاة على النبي محمد. التوصيل مجانا لأهل بيت لحم. التوصيل مجانا لأهل بيت لحم ولأهل الخليل برضو التوصيل مجانا. أمانة الله الجميع. هوت لايك بالصلاة على النبي محمد. صلاة النبي. جوز مستوى عالي مستوى خرافي. طلعوا شباب عين بيضة فك عريض شروال لمعة راس منقار. بنوصل على القدس يا اخوي، ليش لا؟ كل الاحترام لاهل القدس. الحين بطلع لك الجوز على القدس. ولاوي هاي معتز مطور عندي، بتوصله يا معتز؟ بوصل له. هاي معتز بحكي لك بوصل لك على القدس. بسم الله. جوز روماني شغال مكفور مضمون بالصلاة على النبي محمد. جوز صح. اللهم صل على سيدنا محمد. ابن الحلال يفتح لي المزاد على هالجوز القمة المستوى العالي. جوز روماني شغال 100%. بسم الله ما شاء الله. 150 يا شباب وصلوا على النبي. التسليم مجانا لبيت لحم غدا. 160 هو 70% اوزبك هذا الجوز يا شباب، بس بدنا نبيعكم اياه انه روماني. بسم الله ما شاء الله. جوز صح، جوز مستوى عالي 160. طلع على الباب يا اخوي معتز. مبين عندك على الباب. كل الاحترام. اللهم صل على سيدنا محمد. طيور من النوادر يا شباب، طلعوا على اهل الطيور ما شاء الله. عند اخونا احمد 200، عند اخونا احمد 200. طلع على الباب طلع المصداقيه على الباب. كلهم ما شاء الله عنهم، كل الاحترام لهم يعني جماعه صادقين.
كل الاحترام للي بحط في التعليقات وأمانة الله. لايكات لايكات 200 عند أخونا معتز بنات كمان، وصل الجوز 200. طبعا وصل هذا الجوز عند أخونا معتز بنات ابن الخليل 210. إن شاء الله يا رب تشوف على وجهه الخير والله يطعمك منه. أمانة الله يا شباب الكل يكتب لهذا الشاب مبروك، لأنه هذا الشاب معتز بنات يستحق وكل الاحترام له. خلينا نعرض الجوز الثالث إن شاء الله راح ينول إعجابكم. طبعا اللي بدي أعرضه الحين ذكر قلاب غرف صدف، والطيرة قلاب مراوح في الجو. الذكر اللي راح أعرضه ذكر صدف غرفي، والطيرة قلاب جو. إن شاء الله الحين راح أنزلكم إياه الجوز وراح تشوفوا بإذن الله، إن شاء الله راح يعجبكم. أخوي محمد لمين راح هذا الطير؟ هذا الطير راح لأخونا معتز بنات من محافظة الخليل. طبعا شاب هاوي وتاجر وما شاء الله عنه. مبروك لأخونا معتز بنات. طبعا هذا الجوز راح ب 210، كل الاحترام يعني له. بما يعادل الدولار أقل، يعني 70 دولار تقريبا، تقريبا 80 دولار تقريبا، تقريبا الله يا ربي دولار. والله يطرح له البركة يا أخي، يطرح له البركة. حط لأخونا معتز طبعا زي اسمي. طبعا نفس اسمك كمان يا أخوي. بسم الله ما شاء الله شغلوا شباب. بالصلاة على النبي محمد. الذكر صدف غرفي زي ما انتم شايفين، ذكر مشرول صلاة النبي، والطيرة قلاب مراوح. جوز شغال 100% مكفول. بالصلاة على النبي محمد ابن الحلال يفتح لي المزاد على هذا الجوز. شباب ابن الحلال يفتح لي المزاد. بالصلاة على النبي محمد على هذا الجوز. كل الاحترام كل الاحترام للشباب اللي بتحكي مبروك لأخونا. عند ابن القدس وصل 60، عند التعمري وصل 70، عند أخونا محمد وصل 70، عند أخونا محمد التعمري وصل 70. بالصلاة على النبي محمد وصل الجوز 70. واللهم صل على سيدنا محمد. جوز صح يا شباب. الذكر قلاب صدف غرفي 120 120 عند أخونا معتز بنات. 120 واحد، 120 اثنين، 120 ثلاث. الله يربحك. يلا روح، بدي اخلي الناس تقصد باب الله. برضو هاي كمان جوز اخوي معتز. بسم الله ما شاء الله. ابو الجو ابو احمد 180، عند اخونا ابو احمد 180. صلاة النبي صلاة النبي. معتز بنات 200، المنتصر نزل 200، كلكم 200. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. التسليم غدا لبيت لحم مجانا هذا الجوز. اللهم صل على سيدنا محمد. 210 يا الله، 210 يا حبايبي، 210 220 220 220 صلاة النبي 220. ايوه يا شباب يلا، يا صلاة النبي يا صلاة النبي. 220 شباب 220. بسم الله ما شاء الله. جوز صح، جوز مستوى عالي. كل الاحترام للطاقم التصوير اللي بيصور قاعد في المزاد، لانه بده ينزله على اليوتيوب. معتز بنات 220 كمان. جوز انجليزي مستوى عالي، جوز صح وبنفخ صح كمان. 220 220 شباب، قووا قلوبك يا شباب. طير صح هذا شباب. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا صلوا على النبي. يلا يلا يا حبايب، يلا يا قرايب، يلا يا اهلي. ايوه يلا يا شباب، يا صلاة النبي يا صلاة النبي. مرتضى برقان 230 230 عند اخونا مرتضى برقان. جوز منفخ صح، جوز مستوى خرافي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ايوه يا شباب، الملوك الملوك. يلا 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 230 230. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا يا حبايب يلا، خدكون السهرة صح ان شاء الله. طلع طلع صلاة النبي، طلع صلاة النبي. 40 سنتي 40 سنتي وقفة الذكر. 250 250 طلع وقفة الذكر يا شباب. الملوك الملوك، طلع على الملوك. اللهم صل على سيدنا محمد. 40 سنتي ده مش اكثر، لانه 60 سنتي القفص، يعني 40 سنتي بقدر عليه وقفته. بسم الله ما شاء الله. كل الاحترام للصحافي اللي بتصور عندي هان، كل الاحترام للطاقم الطب للطاقم التصوير. شكرا اخونا معتز مطور على اليوتيوب، على اليوتيوب هذا بده ينزل المزاد على اليوتيوب عند قناه معتز مطور. اشتراك واشتراكات صلاه النبي ولايكات 260
كرمال معتز مطور ضيفنا الشرف عين الذهان ابن القدس 260. يلا اللهم صل على سيدنا محمد. يلا الله 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 يا شباب 270 عند معتز بنات. طلع 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 معتز بنات، شو بتحب تحكي لمعتز بنات على البث المباشر يا معتز الطور؟ رح نلتقي على اليوتيوب ويعرفوا كل اليوتيوب ان معتز بنات ملك الشراء والمزاد. يا عيني على معتز مطور، شو بحكي لك يا معتز بنات؟ 270 وصلاة النبي، 270 وجوز قمه ومستوى وخرافي لدى الملوك. اللهم صل على سيدنا محمد. 270 270 لدى الملوك، لدى الملوك 270. معتز بنات جوز الانجليزي صح. ترى واحد 310 اثنين 310 ثلاث. الله يربحك يا معتز بنات، الله يربحك، الله يطرح له البركه لمعتز بنات يا اخوي. هركون لمعتز بنات، هذا الجزء الثالث لمعتز بنات. ملك المزاد اليوم معتز بنات 310. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي كمان جوز منفاخ، هاي الطيره حجم الذكر اللي راح، حجم الذكر اللي راح. وصلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. الله 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 الله. هاي الجوز الثاني، هاي الجوز الثاني. ولو بنخسر بديش اسحبه هذا الجوز، كرمال معتز مطور بديش اسحبه، كرمال طوارئ وفاع القدس معتز مطور بديش اسحب هذا الجوز لو بنخسر. هذا الجوز مش مسحوب. هاي كمان جوز، ابن الحلال يفتح لي المزاد على هذا الجوز، ابن الحلال يفتح لي المزاد على هذا الجوز. لا 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 يا اخوي طارق، معليش طارق، معتز بنات صح 150. اعطيني التليفون. صلاة النبي 150 150 وصلاة على النبي محمد. جوز مستوى عالي 170. يا الله يا الله 170 وبالصلاة على النبي محمد 170 وصلاة النبي. عدنا والعود احمده بالصلاة على النبي محمد. جوز وصل قديه 280 عند مؤيد. جوز صح يا شباب بتربى. بسم الله ما شاء الله عنه. التسليم الليل الخليل او يوم غدا ان شاء الله في بيت لحم، يا اما بيت لحم تسلم الطير يا اما الخليل. كل الاحترام للجميع. او القدس فيش عندي مشكلة، لان انا بكرة متواجد في سوق بيت لحم ان شاء الله، يعني التوصيل بكون مجانا لاهل بيت لحم. بالنسبة للخليل تقدروا يعني تيجوا تستلموه من بيت كاحل، فيش عندي اي مشكلة. 280 280 واللهم صل على سيدنا محمد ابن الحلال يا شباب. 280 وصل عند مؤيد 280. بسم الله ما شاء الله، يعني جوز مستوى عالي، جوز مشرول صح، لون صح، عين صح، منقار صح، يعني فيش كلام على هذا الجوز. صلاة النبي 280 وصل الجوز يا شباب 280 والله صل على سيدنا. يا الله عبود 300 يا شباب، 300 عند عبود، 300 عند عبود. ودقيقة وبنهي المزاد على الجوز، دقيقة وبنهي المزاد على الجوز. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي يا شباب، هذا جوز مستوى أعلى من الأبيض اللي قبل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يلا بارك له. دقيقة وبنهي المزاد على الجوز، دقيقة وبنهي المزاد على الجوز، دقيقة واحدة. حدا له هوا في الجوز؟ حدا له هوا يا شباب؟ الله الله يلا الله الله يا شباب. حدا له هوا؟ وصل الجوز 300 يا اخوان، وصل الجوز 300. في ناس بتفوت على المزاد يا شباب،
خلينا نستنى شوي. هنية من اي عيلة هذا؟ من وين هذا ماهر؟ من وين انت يا اخوي ماهر؟ خلينا نتعرف عليك على البث. 310 واحد 310 تسليم سوق الخليل. انا استنى للجمعة الجاي، احنا بنحكي تم الليلة او بكرة، في بكرة سوق في بيت لحم يعني بنقدر. هيك كان مزاد الطيور. بسم الله لذلك ما شاء الله. تحية مقدسية من القدس وين ما كنتوا اينما كنتوا. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب عبر القناة. وهيك مزاد الحمام الفاخر عند ملوك قلاب فلسطين في الخليل. والسلام عليكم.